إيه، السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا حبايب قلبي. طبعا انتوا بتقولوا يا ترى ايه اللي معايا كده؟ انتوا فكرونه رز برام، رز في الفرن، بس هو لا، مش رز في الفرن، دي طبعا معانا ام علي. هيات جميلة جدا 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 والله، لسه عاملاها دلوقتي، هيات لسه سخنة جدا، لسه مطلعاها من الفرن. شايفين الوش بتاعها؟ شايفين الجمال؟ حلوة جدا بصراحة وجميلة جدا جدا جدا. شايفين هيات؟ اهي معانا، اهي زي ما انتوا شايفينها كده اهي، والله بصراحة جميلة جدا وفوق الممتاز يا حبايب قلبي. والريحة بقى طبعا مش هقولكوا، يعني بصراحة الريحة بصراحة تجنن، ريحتها جميلة جدا جدا والله يا حبايب قلبي. اهي زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا ام علي اكيد كلنا عارفينها طبعا، واكيد كلنا بنحبها والله. لسه عاملاها، مطلعاها من الفرن حالا دلوقتي، اهي سخنة وجميلة جدا. وطبعا زي ما انا وريتهالكم من جوه، شفتوها عاملة ازاي من جوه؟ حلوة جدا بصراحة، وشكلها كمان بصراحة يشهي كده، وشكلها جميل 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 جدا جدا جدا. أتمنى يا رب كده يا حبايبي تعالوا بقى تفضلوا معانا كده أم علي. طبعا عملت برامين كده حلوين بجد، جميلة قوي قوي، وطعمها بصراحة يجنن. أنا طبعا بحبها جدا، وأكيد طبعا في أغلبنا كتير بيحب أم علي يعني. وعلى فكرة طريقتها سهلة جدا وبسيطة، طريقتها مش صعبة يعني. ماشي يا حبايب قلبي، طبعا هسيب لكم المكونات بتاعه ام علي ديت اللي انا عملتها بيها، فاحسبها لكم في الوصف، في صندوق الوصف، عشان طبعا اللي حابب يدخل يشوفها وكده. ماشي يا حبايب قلبي، اهي زي ما انتم شايفينها كده. اتمنى يا رب يا حبايبي تكون كده واضحه كده وجميله. طبعا احنا هناكلها بقى دلوقتي كده وهي لسه سخنه كده وحلوه وجميله. وتعالوا بقى يلا يا حبايبي اتفضلوا معانا، وبالف هنا وشفا يا رب دايما كده على الجميع ان شاء الله باذن الله. اهي شايفين شكلها طبعا بقى، طبعا في على وشها بقى قشطة كده، وبصراحة جميلة جميلة جدا يعني. اي حبايبي طبعا هتلاحظوا ان وشها محمر شوية كده، ايوه دي عشان طبعا كنت حاطة على وشها قشطة كده. اهي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده واضحة قدامكم، يا رب تكون واضحة والصورة واضحة وشايفينها حلو. تعالوا بقى يا حبايبي يلا اتفضلوا معانا، هوت برامين ام علي، حلوة جدا وجميلة، كل الناس بتحبها طبعا، انا بصراحة بحبها جدا جدا. ماشي يا حبايب قلبي، متنسوناش بقى كده يا حبايبي في لايكات كتير وشير وسبسكرايب، وانا ان شاء الله باذن الله هسيب لكم بقى انا عملتها ازاي في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. واتمنى يا رب كده تعجبكم وتنال اعجابكم ان شاء الله. يلا تعالوا اتفضلوا معانا بقى بالهنا والشفا، يلا باي باي.